تشتريه راح صغير زي ما هو بيبيع يعني. لا لا يروح الكثير من السكان الى هذه المنطقة حيث ما يعادل 1,300,000 نسمة في بقعة واحدة، وبالتالي اجبر اضطر المستشفى الى عمل خيم نظرا للاعداد الهائلة من المرضى والمصابين الذين يتوجهون الى هذا المستشفى، فلجأنا الى نصب الخيام بجانب المستشفى لاستيعاب هذا العدد الهائل من النازحين ومن المصابين، مما ونظرا لذلك طبعا وحاولنا تجهيز الخيام بما يمكن لخدمة أبناء شعبنا المعطى. طبعا تقدم اللي هو خدمات الباطنة ورعاية الأطفال اللي هو الأدوية المجانية والرعاية الطبية الكاملة لهؤلاء المرضى. نتمنى أن تنتهي هذه الحرب وأن تعود المستشفيات إلى خدمة الناس، لأن إذا استمرار هذه الحرب يؤدي إلى كارثة صحية خطيرة، خاصة إذا تم اجتياح رفح فستتم خروج كل المستشفيات عن الخدمة ويصبح وضع الصحي للمرضى في خطر شديد.